everyone. Welcome to Sharm el Sheikh, the land of peace. I am Sara Badr from Egypt. I am Isaac Bouma from Ghana. And I am Riha Bayeshi from Tunisia. Your Excellency President Abdel Fattah el-Sisi, President of Egypt. Honorable Presidents, honorable delegations, our beloved guests, والضيوف الكرام، يشرفنا أن تكونوا معنا هنا اليوم في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم حيث تلتقي كافة الحضارات. أن فكرة المنتدى بدأت في عام 2017 حين قررنا أن يكون هناك حوار عالمي بين شباب العالم للتأكيد على قيم التواجد الإنساني وأن ندعو إلى السلام من خلال الحفاظ على التنوع والتنمية وأيضا السلام وأن يكون هناك أيضا تواجد للإبداع والنظرة إلى المستقبل. في النسخة الرابعة قام باستضافة 80,000 شابا من 64 دولة ويستضيف ما يزيد عن 100 ساعة ل63 جلسة. وهذه المبادرات ربما ستدركون أن هناك أيضا المسرح وأيضا الحديث عن الحرية ومن خلال كامل هذه الإنجازات. فأننا نقول أن منتدى الشباب في الواقع يسعده أن يستضيف منصة الأمم المتحدة لتمكين الشباب. وأيضا يسعدنا أن ندرك أن من خلال مجلس حقوق الإنسان في الجلسة 31 والمجلس الاقتصادي أيضا في الجلسة 59 ومن خلال هذه الإنجازات نحن ندرك هذه الإنجازات والتي تم إنجازها منذ النسخة الأولى وأيضا النسخة الثانية عام 2018. ولكن الآن أفضل من بعد أن نقول أننا أصبحت أنا الآن أتحدث عن الكثير من هذه الإنجازات وأنه يجب أن يتولى الشعوب الاستفادة من كامل الإنجازات وأيضا الديمقراطية. ومن خلال هذا المنتدى فإنني نتيجة للإلهام أتيت إلى هنا لحضور هذه النسخة الرابعة من المنتدى. ما رأيك في هذا سارة؟ نعم أتفق معك تماما أيزاك أن نسخة 2019 كان لديها تأثير بالغ ليس فقط باعتبارها أكبر منتدى تم تنظيمه في ذلك الوقت ولكن أيضا الخبرات التي تمت الاستفادة منها حيث اجتمع شباب من كامل كافة أنحاء العالم وكيف أننا استطعنا التعرف على كثير من الأمور التي يتعين علينا مواجهتها وأيضا هناك الشخصيات المحفزة وكيف استطعنا أن نتغلب على مخاوفنا ونثبت كذلك أنني يمكن أن أصنع الفارق وأنني ربما لا أتمكن من السفر لوحدي وأنني يجب أن أغير مجال عملي وأنني لن أنجح في مجال تكنولوجيا المعلومات ولكنني حصلت على الوظيفة التي لطالما تمنيتها وأعمل في إحدى أكبر الشركات في العالم. And that's simply because وهذه I learned ببساطة to ignore شديدة all the لأنني and because I believe that nobody وأؤمن has the right أنه ما من أحد يحق له أن يملي علي مستقبلي الخاص. تعلمت كثيرا وأقدر وأثمن النضوج الذي حظيت به بفضل منتدى شباب العالم وأتمنى أني كنت أتمنى أن أنضم لكم في عام 2020 وللأسف لم نتمكن من الاجتماع لأن الجائحة ضربتنا جميعا وبقسوة حالة دون إحداث التقدم المحرز دائما للإنسانية ولم أتمكن من أن أنضم لمنتدى شباب العالم في هذا العام والآن حان الوقت انضمام لبعضنا البعض مرة أخرى. الملايين والملايين عانوا في الأعوام الماضية جميعهم أخوتنا وأخواتنا والعدد
عدد من فقدوا وظائفهم كبير جدا، بالإضافة إلى أثر ضخم للجائحة التي حالت دون السفر. لم نستطع أن نجتمع أو نلتقي أو حتى نغير من أماكننا، وأدى ذلك إلى فقدان الوظائف في كل أرجاء العالم. وما كان أكثر قسوة أننا خسرنا التفاعل البشري، وصارت فترة الجائحة فجوة في حياتنا. وعلى الرغم من كل تلك التحديات، إلا أننا صممنا وقررنا أن نعود مرة أخرى ونتحد مرة أخرى سويا هنا في منتدى شباب العالم كي نبدأ جهود مرحلة ما بعد الجائحة، بينما نواجه وضع عادي جديد في العالم. نضع الأولوية للتغير المناخي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم عن بعد والتحول الرقمي وريادة الأعمال. أيضا نحن الشباب، نحن الجيل الجديد، ألسنا كذلك؟ بالتأكيد سنكافح مرة أخرى بهوية جديدة وبإبداع جديد كي نبدأ بالنضج مرة أخرى والنمو مرة أخرى. جميعا سنحصل على الإلهام للبدء بمشروعاتنا اليوم، سنحصل على الإلهام للبدء بتطبيق جديد يساعد على الحصول على المعلومات، أو نساعد شخص مثلا على الحصول على اختبار عن بعد. نحن الشباب، القوة، الطاقة، حجر الركيزة للتنمية في كل دولة من الدول. نحن هنا جميعا اليوم نتبادل الأفكار ونشارككم خبراتنا وتجربنا، تجاربنا من جميع أرجاء العالم. أحلم بعالم كل الأفراد فيه سيصير لديهم قدرة على الوصول على الموارد التعليمية، وأن كل دولة ستحصل على التنمية. وأنا أحلم بعالم لا تفرقنا فيه اختلافاتنا، بل تضمنا جميعا نقاط التشابه، وأن يكون العالم أفضل بكثير. فلنبدأ بالعمل على هذه الأحلام، لأننا جميعا مرة أخرى أخيرا سويا.